حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هناك آيات أيها الأحبة نادرا ما نلتفت إليها. اليوم سنتوقف مع آية عظيمة من آيات القرآن، والقرآن كله عظيم، ولكن سبحان الله بعض الآيات المهمة جدا والتي ينبغي أن نتفكر فيها ونحفظها نجد أن معظم الناس غافلون عنها. سبحان الله، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. طبعا هذه آية أيها الأحبة جمعت لنا عدة أمور. أولا بدأت بتعريفنا بوحدانية الله، الله لا إله إلا هو. هذه الوحدانية هي ما نجده في فطرتنا أيها الأحبة. هل تعلمون لماذا اليوم الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا؟ لأنه دين الفطرة. ما معنى دين الفطرة؟ أي أن غريزة الإنسان وفطرته وطبيعته وما خلق عليه أو جبل عليه، عندما تخبره بأن الله واحد يرتاح نفسيا، دماغه لا يضطرب ولا يحدث فيه تشويش. وحدانية الله هي جزء من فطرتنا أيها الأحبة، الفطرة السليمة، وكل مخلوق وكل مولود يولد على الفطرة. فلذلك أيها الأحبة، عندما ندرك أن الله واحد وأنه هو رب الكون ورب كل شيء، لابد أن هذا الإله عادل، لابد أن هذا الإله لا يرضى بالظلم. عندما تتعرض للظلم أخي الحبيب، تتعرض للأذى من الغير، تتعرض لظروف ضيقة، اعلم أن هناك يوما لا ريب فيه، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ليوم القيامة لا ريب فيه. هذا الإله سوف يجمعكم إلى يوم القيامة، سنجتمع جميعا أمام الله عز وجل. هل تتخيلوا معي هذا الموقف؟ حبذا لو كل يوم أحدنا يقوم بتمارين يمرن ذاكرته وتفكيره وخياله على يوم القيامة، يتخيل كيف ستجتمع الخلائق يوم القيامة أمام الله في موقف واحد، يتخيل كيف أن الله عز وجل في ذلك اليوم هو الملك والمتصرف، وأن كل هؤلاء الناس الذين ربما تخاف منهم أنت اليوم، ربما تحسب لهم ألف حساب، سيكونون سواء. ستجد المتكبرين في الأرض والمستكبرين يحشرون كأمثال الذر، كأمثال النمل، يطأهم الناس بأقدامهم ولا يشعرون بهم. هذا مصير المتكبر. سوف تجد الفقير والبائس والمعدم أحيانا والمسكين، ستجده في أبهى صورة، تجد غيوما تظلله في ذلك اليوم، تجد نورا من حوله، تجده فرحا سعيدا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما يذكر يوم القيامة أيها الأحبة، ينبغي أن نتذكر معه العدل، نتذكر معه أن الله لا يضيع مثقال ذرة، نتذكر أن كل ما قمت به من خير أو شر ستجزى به، نتذكر أن سيئاتنا إذا ما تبنى إلى الله سيبدلها الله حسنات في ذلك اليوم، نتذكر أن الله عز وجل قادر على مغفرة الذنوب جميعا. بنفس الوقت تتذكر عذاب جهنم وتتذكر جنات تجري من تحتها الأنهار
فانظر أين تضع نفسك، انظر ماذا تختار من الآن. أنت الآن لديك حرية الاختيار، حرية الأمانة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. سبحان الله، والله هذه الآية أنا أعجب. إله عظيم رب الكون يخاطب مخلوق حقير وتافه ولا يعتبر شيئا أمام هذا الكون. إذا قسنا طول الإنسان، الإنسان الطويل يعني 2 متر، لو قمنا بقياس طول الإنسان بطول، لا أريد أن أقول لكم الكون، طول المجرة 100,000 سنة ضوئية. تصوروا 100,000 سنة ضوئية، يعني تريليونات من الكيلومترات، هذه مجرة فقط. كم أنت تافه وصغير أيها الإنسان في هذا الكون، لا شيء. على الرغم من ذلك الله يؤكد لك، يقول لك ومن أصدق من الله حديثا. هل الله بحاجة أن يثبت لنا أنه إله واحد وأنه سيجمعنا إلى يوم القيامة لا ريب فيه؟ سبحان الله، والله أيها الأحبة هذا من رحمة الله. هذه الآيات التي فيها دليل على وحدانية الله والتي يخاطبنا الله بها ليثبت لنا وجوده ويثبت لنا أن يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ويثبت لنا أنه صادق. يعني هل بعد هذه الرحمة رحمة؟ ثم يأتي ملحد يقول لك الله خلق البشر ليعذبهم، هل هذا كلام منطقي؟ يأتي مشكك ليقول لك إن الله خلق البشر وخلق نار جهنم ليعذبهم. طيب هذا الإله العظيم الذي يطلب منك فقط أن تؤمن به، أعطاك نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة العقل ونعم لا تعد ولا تحصى، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. على الرغم من كفرك وظلمك أيها الإنسان، الله يعطيك كل ما تشتهي وكل ما تطلب. الاختراعات، يعني التكنولوجيا الحديثة، وسائل النقل، وسائل الراحة للإنسان، كل هذه الاختراعات سخرها الله لك أيها الإنسان. هو يريد فقط أن تقول لا إله إلا الله، أن تعترف أنه إله واحد، أن تطبق تعاليمه التي هي لمصلحتك بالنتيجة. يعني هو لن يستفيد منك شيئا، لأن الله عندما خلق الكون، الكون لم يكن موجودا، وأنت أيها الإنسان لم تكن موجودا، كان الله ولم يكن شيء غير الله سبحانه وتعالى. فهذا الإله أيها الأحبة يستحق أن نحبه، يستحق أن نتلهف للقائه عز وجل، يستحق هذا الإله الكريم أن نشكره في كل لحظة، في كل ثانية. لذلك أحبتي في الله سأعيد هذه الآية، أرجو أن نتذكرها ونتذكر أن الله عندما يقول الله لا إله إلا هو، يجب أن نستحضر أن صاحب القرار هو الله، لأنه واحد، أن مصيرك الذي سيحدده هو الله في الدنيا والآخرة. وعندما تسمع ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، تتذكر أن حقوقك سترد كاملة. إنسان سرق مالك، لا تحزن وأنت لم تستطع أن تسترد هذا المال، هناك إله سيرد لك هذا يوم القيامة. إنسان ظلمك سيرد لك مظلمتك يوم القيامة. فلذلك هذه الآية آية الفرح، يفرح المؤمن بها عندما يعلم أن هناك إلها عظيما سيجمع كل الخلائق إلى يوم لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، يجعلنا من الفرحين بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.